55 دقيقة من صباح يوم الجمعة الموافق 3/12/1406 وصلت الطائرة الإيرانية رحلة رقم 3169 القادمة من أصفهان وعليها حجاج إيرانيين بلغ عددهم 500 حاج وحاجة. ولدى تفتيش أمتعتهم وجد الأخ سعد قطعة أبلكاش في قاع الشنطة فأحضرها لي فوجدت أن القطعة سميكة أكثر من اللازم وثقيلة جدا، وعند ذلك جرى فتحها فوجد بها بداخلها مادة بيضاء اللون اللزجة، مع الملاحظ أن الرحلة هذه وصلت في 3/12/1406 وعند ذلك تم اختار الجهات المختصة بعد أن أخذنا الشنط إلى المكتب والبالغ 94 شنطة. وعلى الفور بدأ في فحص حقائب ركاب الطائرة الإيرانية، وكان من الضروري فصل عجلات الحقائب لإخراج الألواح الخشبية، وتم استخراج المادة التي بلغ وزنها 51 كيلوغرام. هذه المادة عبارة عن مادة C4، وسبق بتحليلها أنها تحتوي على مركب RDX المسمى سايكلوتراينيتلين تراينيترامين، وهذه المادة تندرج تحت فئة المتفجرات العسكرية البلاستيكية شديدة الانفجار. ومن خصائص هذه المادة أنها مادة مقاومة للماء وذات حساسية عادية، وهذا يساعد في أن تكون مادة سهلة التداول وسهلة النقل وسهلة التشكيل، وهذا يساعد في سهولة تهريبها وإخفائها. في هذه الحالة تم فرد العجينة المحتوية على هذه المادة في ألواح خشبية مجوفة، ثم تم تغطيتها بلوح آخر وتم لصق اللوحين بمادة لاصقة، ثم تم تثبيت اللوح بأكمله في قاع الحقيبة، وتم تثبيت عجلات الحقيبة في هذا اللوح الخشبي لإعطاء مظهر عادي أو طبيعي للحقيبة حتى لا يؤدي ذلك إلى الاشتباه فيها. هذه المادة تسمى C4 وهي من المواد الشديدة الانفجار، وهذه المادة تعتبر من المواد العسكرية التي لا يمكن الحصول عليها تجاريا، فهي تصنع في المصانع الحربية. نظرا لقوة هذه المادة فإنها تستخدم في أعمال النسف والتدمير من قبل المخربين. لو استخدمنا 1 كيلو من هذه المادة لنسف سيارة فإنها كافية لإحداث أثر تدميري في هذه السيارة، وسوف تخلف وفيات بما يعادل نسبة 85% في دائرة قطرها 10 متر، وسوف تحدث خسائر وإصابات خارج هذه الدائرة نظرا للشظايا المتطايرة من هذه السيارة. التي تم ضبطها مع الحجاج الإيرانيين هي 51 كيلو جرام من مادة C4 أي هذه المادة. هذه الكمية لو تم استخدامها في نفق أو جسر في المشاعر كجسر ضم الجمرات فإن هذه سوف تخلف أثر تدميري عالي جدا، وهذا الأثر التدميري العالي جدا سوف يخلف ضحايا بالمئات. بعد اینکه این مواد و مواد منفجره رو
أخذهم بوائم بسعودي بخاطر إنك منافع كشفر إيران رو بتونيم در خارج از كشفر حفظ کنیم. نه بخاطر پول و بخاطر این چیزا نبوده، بخاطر شاید بخاطر این بوده که من خواسته بودم باش همکاری کنم. یعنی من میتونستم بگم نه. بعد از اینکه رضا توکلی اصرار کرد، برادر من راضی نمیشد این کارو بکنه، اما اون برادر من برد تهران و اینطور که خود برادر من میگفت، البته من نبودم، بقیه من شنیدم، گفت که من رو بردن تهران و به اصطلاح تهران بهش گفته بودن که این کار از طرف دولت هم حمایت میشه و این نیست که شما بترسی و تنها باشی. اینا من یه دوستی دارم به نام علی بنیانیان، این دوست من به که اسمش علی بنیانیان هست، یکی از دوستان خودش رو به نام رضا توکلی به من معرفی کرد و من با رضا توکلی، من ساکهای حجاج رو تحویل رضا توکلی دادم و رضا توکلی این مواد رو تو این ساکها قرار داد و منم اووردم اینجا. اول که خب نیومد بیرون، ولی بعد که آخر دست که یه مامور سعودی هم دنبالش بود اومد بیرون، تا من از بعد سلام علیکم اینا گفته چرا ساکا ما رو برگردوندن، گفتم والا من نمیدونم. وقت بعد گفت که رضا توکلی رو ندیدی؟ گفتم نه. بعدش گفت که اگه یه وقت رضا توکلی رو دیدی جریان بهش بگو، بگو که ساکا رو به سلام فهمیدند و گرفتن. رضا توکلی یکی جوی که خودشون معرفی کرد، گفت من یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب هستم و بعد ایشون توضیح داد که اگر شما که مدیر کاروان هستی بتونی این مقداری مواد منفجره از طریق وسائل حجاج مثل ساکشون کشور عربستان سعودی ببریم و من اونجا خودم قبل از شما هستم و این مواد رو از شما تحویل میگیرم و ما میتونیم، یعنی میشون گفتی من بعد از طریقهایی که میدونم این مواد رو در مثلا اون جاهایی که باید بره میشونستم استفاده بشه. من فکر میکنم که بعد از اون جریان که به صلاح لو رفته باشه، اصلا شاید به ایران نیومده باشه و یا اگر هم اومده به یه صورتی بالاخره بردندش ایران یا جای دیگه، به هر حال یا تو مثلا تو سفارتی، یا اگر اینجا باشه که جایی نمیتونه باشه، یا در سفارت احتمالا باشه، یا اینکه اصلا نیومده ایران، وقتی که فهمیده دیگه اصلا نذاشتن بیاد. این سایت تو ایران درست شده، من هم حمله‌دار ایرانی هستم، ظاهر ایرانی اومده، هواپیما از ایران اومده، اینا همه واضحه، یعنی هیچ پوشیده ای نیست. بس این که اونا چه مقصدی داشته رو خبر ندارن. من میگم شما با دولت ایران بپرسید.